اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، والذي أقيم خلال الفترة من 21 إلى 28 من مايو الجاري تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام. وقد شهد المهرجان منذ افتتاحه حضورا كبيرا من قبل الجمهور الذي حرص على مشاهدة الاحتفالات المتنوعة التي أقيمت في عدد من الأماكن الأثرية والسياحية. هي دقات أخيرة للطبول بعد أن قدمت 43 فرقة موسيقية على مدار أسبوع فقرات غنائية وشعبية من مختلف الثقافات والفنون خلال مهرجان الطبول الذي وصل لمحطته الأخيرة على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين بتقديم ورشة دولية شارك فيها كل فرق المسرح ليودعوا المهرجان بسهرة فنية عنوانها السلام والمحبة. من أهم الدورات الحقيقة اللي اتعملت، دورة فعلا استثنائية يكفي هذا الكم الغير مسبوق من الجماهير والتغطية الإعلامية وكم من الفرق المشاركة، وأسبوع كامل في 6 مواقع إقبال جماهيري يعني غير مسبوق. حقيقي دورة إقبال جماهيري غير عادي. كل فعاليات المهرجان 5000 في كل مكان كل يوم في المتابعة، سواء سور شارع المعز أو قلعة صلاح الدين أو كل الأماكن اللي تعرض فيها المهرجان، 5 أماكن عندنا. الحمد لله الإقبال الجماهيري زي ما حضرتك شايف، دورة موفقة بكل المقاييس الحمد لله. هو حدث يصب في خانة السلام، حيث أن السلام هو دعوة إنسانية كبيرة جدا. نحن نهني الشعب المصري والحكومة المصرية بإقامة هذا الحدث الكبير جدا، ونشد من أزرهم ونشارك بالجالية السودانية والبعثة الدبلوماسية السودانية، وشرفنا ذلك جدا جدا بأن نكون وجود في هذا الحدث الراقي الممتاز التي عودتنا جمهورية مصر العربية الرائدة في هذا المجال نيابة عن كل الأمة العربية والأفريقية. تميزت الفرق المشاركة بالإبداع وتجسيد التراث الثقافي لمختلف الشعوب المشاركة على أكثر من مسرح بأماكن القاهرة التاريخية، فاستحقت هذه الفرق التكريم الذي جاء خلال حفل الختام في رسالة شكر ومحبة لمصر على استضافتها ورعايتها للمهرجان. أنا شايف أن المهرجان فوق ما كنت أتوقع من الجمال والإبداع والتنسيق والتنظيم وحسن الإدارة. بشكر كل القائمين على هذا العمل الضخم الصرح الجميل اللي هو بيجمع شعوب كتيرة جدا جدا على نغمة وسلم موسيقي واحد متقارب. كلنا متعرفين على بعضينا بشكل جميل، كلنا بنشوف حاجات ما شفناهاش قبل كده، حابين ان احنا نتفرج على الحاجات دي وتكون شكل دائم لرفع مستوى الثقافة بشكل عام في مجتمعنا المصري والعربي. مهرجان رائع لأنه يقدم رسالة رائعة ونبيلة، مفادها أنه على الرغم من جميع الاختلافات الموجودة قادرين على تقديم رسالة واحدة وهي التناغم والوحدة من خلال قرع الطبول وتقديم الأهازيج والأغاني والموسيقى. والله استضافة مصر استضافة حلوة جدا جدا، وارتحنا قوية ومشاركة حالية، وإن شاء الله بإذن الله السنة الماضية نقدم أفضل من هذا. بصراحة المهرجان هاي السنة كتير رائع، والتنظيم حلو، وتفاعل الجماهير معانا إحنا كممثلين فلسطين يعني أكثر من رائع، وعمل ضجة كتير كبيرة بسبب قوة تفاعل الجماهير المصريين معانا كأنه شعب واحد. أنا بصراحة أول مرة أجي والتنظيم عجبني قوي، والفرق كمان الفرق كتير قوي من كل البلاد، فدي ثقافات بالنسبة لي مختلفة. أنا واحدة بحب المزيكا قوي، فجاية فعلا أنا مبهورة بالتنظيم والإضاءة والتصوير وكل التفاصيل هنا الصغيرة، كانت عجباني جدا. حقيقة أنا فخورة قوي بالتنظيم اللي موجود، فخورة قوي بكمية الاحتفالات الموجودة هنا، فصراحة دي حاجة تشرف يعني. والله المهرجان كله حلو الصراحة، يعني كحاجة سياحية هي حاجة جميلة جدا، وكيعني الناس كتير اهو وكل حاجة حلوة الصراحة. أحلى حاجة في الموضوع إن دي حاجة إن هي اتعملت في مصر، ودي تشرفني أنا كأن أنا واحد مصري، وما شاء الله المكان حلو جدا والديكور والنظام حاجة هايلة جدا. شعار السلام وعودة المهرجان لشارع المعز وزيادة عدد الفرق المشاركة والمسارح التي استضافت الفعاليات هي أبرز ملامح النسخة 9 لمهرجان الطبول الذي جعل مصر قبلة السلام وبلد الأمن والأمان. انتهت فعاليات مهرجان الطبول، لكن ستظل رسالة السلام التي حملها المهرجان باقية.
ليؤكد للعالم أن الفن جامع لاختلاف الثقافات والشعوب، خاصة عندما تكون محطة الالتقاء هي مصر، بلد الحضارة والتاريخ والسلام. محمود جميل، التلفزيون المصري.